بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أعرض عليكم صورة لظهور نيبيرو وأقماره بوضوح على حقل الرصد سوهو لاسكو اس 2 وفي يوم 13 يونيو. وكما ترون في الصورة فالديل النيزكي المحمل بنيازك عملاقة واضح جدا في هذه الصورة، وأقماره كذلك فهي تشكل لنا كطائر خرافي من حول النواة المركزية. وكذلك سنقوم بشرح خرائط الأحمال الأيونية ومفهوم هذا الشحن الأيوني وما علاقته بالحقل المغناطيسي والكهرومغناطيسي للأرض. إن التشوهات القوية التي يتعرض لها الحقل الكهرومغناطيسي الأرضي والضعف الكبير الذي وصلت إليه خطوطه وتبعثرها كما يظهر لنا في الصورة، حيث أصبح لا يخلو أو لا تخلو ساعة من وجود تلك الدوامات الحمراء القوية والعنيفة. هذا يدل على الطاقة القادمة من المنبع الدخيل الذي يضرب الأرض بقوة يجعل الطاقة أو الأشعة الكونية تتسلل للداخل باستمرار مع استمرار تشوه الخطوط. ويتبقى أمام هذه الأشعة الضارة حاجز أخير وهو المجال الجوي، فهو يمتص الكثير من هذه الأشعة خصوصا طبقة الأيونوسفير حيث تشحن هذه الطبقة، ولذلك نسمي هذا الشحن بالشحن الأيوني. فما هي هذه الأشعة التي تؤين هذه الطبقة؟ هي موجات كهرومغناطيسية لها ترددات عالية جدا، تتكون من أشعة، الأشعة السينية أو الأشعة إكس وأشعة جاما، وعلى هيئة جسيمات مثل نيترونات بيتا وألفا، حيث تصطدم هذه الأشعة العالية بذرات وجزيئات الغاز المتواجدة في الغلاف الجوي العلوي للأرض، مثلا طبقة الأيونوسفير، وبشكل مستمر تحرر بعض هذه الاصطدامات إلكترونات من الذرات والجزيئات وتخلق أيونات مشحونة كهربائيا. والأيونات هي ذرات أو جزيئات بها إلكترون مفقود وإلكترونات حرة، وهذا ما نعبر عنه بمصطلح الشحن الطاقي أو المتأين أو الأيوني. فكلما كان تأثير هذه المواجات الكهرومغناطيسية أقوى، كلما ازدادت كمية الشحن المتأين في تلك الطبقة. وإذا أردنا قراءة هذه الصور أو صور خرائط الأحمال الأيونية، فما دلالات ألوانها؟ أولا، الصور هي لطبقة الأيونوسفير الأرضي، معها خريطة الأرض، والألوان تعبر عن مقدار الشحن المتأين داخل هذه الطبقة، إلكترونات مشحونة كهربائيا وأيونات. اللون الأبيض هي المناطق التي تخضع لشحن متأين متطرف للغاية نتيجة تعرضها لموجات كهرومغناطيسية قوية تتكون من أشعة إكس وأشعة جاما. واللون الأسود كذلك يعبر عن هذا التطرف الكبير. ثم يأتي بعده اللون الأزرق، وهو يعبر عن شحن مرتفع، وهو والأحمر، والشحن البرتقالي والأصفر شحن متوسط، أما الأخضر فهو الحالة الطبيعية لهذه الطبقة ولهذا الشحن. وعلى سبيل المثال، إذا لاحظنا أو نظرنا في هذه الصورة بتاريخ 14/6
نرى اللون الأبيض يكون حزاما على الأرض أو على خريطة الأرض ويتواجد بكثافة، وكذلك مناطق أخرى باللون الأسود، وهذا يدل على أن اليوم تسللت أشعة كثيرة من حقلنا الأرضي نتيجة انتباجاته وتشوهاته الدائمة. وفي هذه الصورة بتاريخ 15/6 كذلك شحن متطرف، واللون الأسود يعم العديد من المناطق حول العالم، والأبيض أيضا. وهذا الشحن ليس بالعادي بتاتا، بل هو الذي يتسبب في جفاف مناطق وعواصف هوجاء في مناطق أخرى، وذلك نتيجة الاحترار أو احترار هذه الطبقة وتخلخل التيارات الدافئة والباردة. فنرى تغيرات متسارعة، برودة قاسية وبعدها حرارة حارقة، بل أصبحت الفصول تمر علينا في ظرف أسبوع فقط، وسيأتي يوم ما سنراها في اليوم الواحد في القريب. والشحن الأيوني في هذه الطبقة يعتبر هو أمر طبيعي، لكن ضمن معدلات طبيعية لم نعد نراها مؤخرا، ونتيجة لتأثير تلك الأشعة القادمة من المنبع الدخيل أو الأشعة القادمة عادة من الشمس سابقا، لكن الآن بدأت تظهر هذه الأشعة الدخيلة القوية، ويمكن أن يزداد حدة في حالة تعرض لعواصف شمسية قوية أو كما قلت لمنبع دخيل ذو طاقة كهرومغناطيسية قوية. ونرى معدلات شحن متطرفة للغاية كما نراها الآن بشكل متكرر وكبير ضمن فترات هدوء الرياح الشمسية. فالآن يتحدثون عن عواصف شمسية قوية وما إلى ذلك، لكن نحن نلاحظ هذا الشحن والتشوهات نلاحظها رغم ضعف الرياح الشمسية والعواصف الشمسية. فهذا ما نعني به أن تلك الموجات الكهرومغناطيسية القوية التي تتعرض لها الأرض مصدرها منبع كهرومغناطيسي قوي غير الشمس. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.